تفسير حلم العنكبوت في المنام. العنكبوت هو حيوان لا ينتمي لنوع الحشرات، هو صغير الحجم وله 8 أرجل. اسم العنكبوت يدل على أنه ذكر، وإذا سمي بعنكب يدل على أنه أنثى. العنكب الأنثى هي التي تقوم ببناء البيوت، وكل الأنواع تستطيع أن تعيش في أي مكان من الأرض وفي أي وقت من العام، وأيضا تعيش في كل الأجواء والارتفاعات، وهو عنده القدرة العالية على التكيف مع أي جو وفي أي مكان. تفسير حلم خيوط العنكبوت في البيت. عند رؤية الرجل للعنكبوت في المنام يدل على أن هناك امرأة غير سوية وملعونة، وهذه المرأة تكون هاجرة للفراش. يدل أيضا على الهجر والفراق والطلاق. يرتبط هذا على حسب حجم العنكبوت، إذا كان صغيرا يدل على الفراق لفترة بسيطة، أما إذا كان حجم العنكبوت كبيرا جدا فهذا يدل على الفراق الكبير، ويدل على الكيد أيضا، وله دلالة أيضا على حسب الحجم كما قلنا. تفسير تنظيف السقف من العنكبوت في المنام. فسر ابن سيرين رؤية العنكبوت في المنام أن هناك صديقا أو عزيز مقرب لديك ماكر ومخادع وشخص غير سوي، وأيضا من الممكن أن يكون محتال. يدل أيضا على المرأة التي لا يحبها أحد، وهذه المرأة تكون مكروهة. العنكبوت في تفسير ابن سيرين يدل على الزواج من امرأة غير سوية، كما قلنا سيئة السمعة ولها سمعة غير مريحة. إضافة أيضا أن ابن سيرين يقول رؤية العنكبوت في المنام تدل على أن صاحب الرؤيا شخص ذكي وعملي، وعند رؤيته للعنكبوت يغزل عشا له، يدل هذا على عدم التروي والفكر غير السوي والأذي بمن حوله. تفسير رؤية بيت خيوط العنكبوت في المنام. عند رؤية بيت العنكبوت أو شبكة العنكبوت يدل ذلك على أن هناك مشاكل كثيرة سوف تقع فيها، وعند رؤيتك أن بيت العنكبوت قد تمزق فهذا يدل على الوقوع في المشاكل، ولكنه سوف يتخلص من هذه المشاكل بسرعة. تكسير بيت العنكبوت وتحطيمه يدل على أن الرائي غير مستقر في حياته وغير مقتنع أيضا بها، ويريد تغيير هذه المعيشة والحياة. تفسير رؤية العنكبوت الأسود في المنام للعزباء. إذا رأت المرأة العزباء عنكبوت لونه أبيض فهذا يدل على حياتها الخاصة والارتباط برجل مميز ورجل فاضل. أما عن رؤية لونه أسود فهذا يدل على الارتباط بامرأة سيئة السمعة لها دور في حياتها، الإيقاع في الأذى. أما عند رؤية المتزوجة العنكبوت في المنام فهذا يدل على العقل والتروي، وعند رؤية العنكبوت لونه أبيض فهذا يدل على الذكاء والألفة مع زوجها وأيضا حكمته في الحياة. وعند رؤية العنكبوت الأسود فهذا يدل على الكره والضغينة والشر من امرأة لا تحبها وتكن لها كل الحقد، وإن كانت هذه المرأة من أقاربها أو من المقربين منها.